في البداية أود أن يسعدني أن أشكر أستاذ دكتور محمد سامي الحراق أستاذي وشيخي وأيضا إلى ملتقى الحضارات على تنظيمي لهذه هذا الملتقى الرائع. في البداية أود أن أقول لأستاذي الثقافة باعتبارها الوجه المعنوي للحضارة، هناك العمران والثقافة، وهي في ربما في أبسط تعريفاتها الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا هي الرؤية العامة للعالم، وأيضا هي المعرفة بمعناها الشامل أي الامتلاك الروحي والوجداني والإبداعي عامة لوقائع وحقائق الواقع الطبيعي والعلمي والتقني إلى غير ذلك. لكن قبل الحديث عن هذه المسألة أطرح مشكل آخر هو متعلق بمسألة المثقفة. المثقفة باعتبارها نوع من الانفتاح ونوع من التعرف على الأنا والآخر إلى غير ذلك من الأمور. أظن أنه قبل الحديث عن الشباب في هذه المسألة يجب الحديث عن المثقفين هم في حد ذاتهم. فمثلا المثقفين العرب موقفهم من المثقفة والانفتاح على الغير يلتسم بالتباين من جهة والحذر الشديد من جهة أخرى، وبالتالي فهم حين يتفقون مع التفاعل المتكافئ ما بين الأنا والآخر أيضا يؤكدون على ضرورة التمييز بين المثقفة من جهة وأيضا بين مفاهيم أخرى قريبة من المثقفة كالاستلاب الثقافي، كالخصوصية الثقافية، كالعولمة الثقافية، كالأمركة الثقافية وما إلى ذلك من المصطلحات. سؤالي أستاذي هو كيف يجب علينا أن نتقبل ما يجب تقبله من الآخر، يعني من زاوية ديال النظر ديال المثقفين قبل الشباب، وما يجب أن يستقطره الشباب من ما يأخذونه من المثقفين العرب ومن أساتذتهم في كل مجتمع من المجتمعات والمجتمع العربي تعيينا. وشكرا لكم. السيد محمد مهتم بالتصوف، لو سمحتوا عندي بعض الكلام لو يكون صدركم رحب لتقبله. لا هو إضافة إضافة. أولا أستاذي، هل أن أي مشروع لا تعتقد ما يحتاج إلى رجال؟ الرجال أصحاب الهمم العالية التواقين إلى المعالي، وأنا ألا تتفقون معي أن العالم محتاج إلى إعادة الاعتبار لقيمة ومفهوم الرجل التي ضاعت في زمن اليوم؟ وكما قلتم وفق أي نموذج حضاري نريد أن نتقدم إلى الأمام في ظل أن النموذج الغربي قد أعلن فشله؟ نعرف أن الحضارة هي حالة، ألا تتفق معي، هي حالة من الرقي الفكري والعقلي تخرج بالإنسان من حالة الجهل وتخلف الفكر والعقل، هي حالة من التلبس بالمعرفة المتعمقة في فهم الجوهر الإنساني، المعرفة التي تصالحه بالذات وبالذوات الأخرى وبالوجود كله، فتزدهر في ظل هذه الحالة ما أسميه الإنسانوية التي نقصد بها التوازن كما تقولون أستاذي مع ما هو روحي ومادي في الإنسان، والوجوداوية التي أقصد بها وأنتم كذلك تقولون التوازن بين ما هو جوهري وعرضي في إطار ثنائية الباطن الظاهر والباطن في الوجود. إنها لتتفق معي أنها حالة الصحو الإنساني التي تفكك الحياة تفكيكا عاقلا في إطار تصور يقوم كما تقولون كما أشرتم الحرية الحضارية التي تراعي ما سبق وفي إطار رؤية كما تقولون وكما تنشدون رؤية جمالية متحضرة تسمو بالذوق الفردي وفي إطار مستوى معيشي متحضر يكفي الفرد حاجيته. إذا كانت الحضارة لا تقوم إلا في فضاء دولة، ألا تعتقد معي وأنتم أشرتم إلى الجانب السياسي أن في إطار دولة طبعا قوية موحدة مستقرة ذات نظام متفق عليه ألا تحتاج لتظهر أيضا لنظام سياسي كما قلت حضاري
يتجاوز ما يسمى بالنظام الديمقراطي، النظام المبني على حالة من الرقي كما تقول الفكري والعقلي الذي يهتم بالإنسان ويعمل على النهوض كما أكدتم بالإنسان في إطار حياة روح، حرية وجمال واكتفاء ذاتي تحقق النهوض الحضاري وتشعر وتبرزه. نظام سياسي يتسلح بروح العصر، يقوم على التعاونية وتعاون على البر والتقوى، يروم تحقيق العدالة الواقعية التي تراعي الواقع وتنطلق من الواقع الخاص وتعمل بتبصر على بصيرة أنا ومتبعين على هذا الجوهر الإنساني. وأنتم أشرتم إلى النموذج الحضاري، ألي يوجد هنا قل إن هدى الله هو الهدى، ما يؤدي بنا إلى ما يسمى حضارة الهدى، يقودها نظام سياسي نطلق عليه النظام الأقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. مادام أن النظام الديمقراطي ثبت أنه ناقص في الجوهر والأركان، لأن النظام الجديد إذا كان النظام الديمقراطي قد يقوم على المادية والإلحاد والإباحية والحرية العمياء أو الحمقاء، فإن نظامنا يقوم على الروحانية والإيمان والأخلاقية أو التوازنية والحرية المتبصرة العاقلة. النظام الأقوم الذي فيه القرآن الإرادة الإلهية يهدي للتي أقوم. القوامة لا شك، أنا سأختم، القوامة لا شك النهج الصحيح أو النهج الحضاري الذي ينهض ويقوم بشؤون الإنسان الخليفة المستعمر. شكرا أستاذ، في شكرا سيدي، بارك الله فيك. في الأرض. شكرا أستاذ الجليل. وأنا أريد لكي أختم أن النموذج الحضاري أثبت فشله. لا لا لا، هذا برتناند راسل أكبر الفلاسفة يقول إن أوروبا محتاجة إلى حضارة جديدة أو حضارة تختلف عن حضارتها الحالية، وأن علينا أن نتفهم بدرس الطريقة التي يحل بها الشرق، أن نهتم بدرس الطريقة التي يحل بها الشرق مشاكله. وهذا أكبر المفكرين، يقول ألبرت شفايتر بعد تجربة طويلة تبين أن الحضارة في جوهرها قضية أخلاق، وإننا لن ننجح في بناء حضارتنا على أسس سلمية إذا لم نرجع إلى المفاهيم الأخلاقية.